بركاته. وهنا كمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا يا هلا ويا غلا، يا اهلا وسهلا بيكم. هحاول بقى ايه ان انا يعني ايه اعلي صوتي دلوقتي ونتكلم، نتجمعوا بس كده ونتكلم بإذن الله. كنت عايزة اطلع امبارح واول امبارح وكده، ولكن الاحداث كانت اكبر مننا، وفجأة زلزال تركيا وسوريا. فجأة الزلزال ذات نفسه ده على اليوتيوب. تمام، يا هلا ويا غلا، اهلا وسهلا. هرحب بيكم بكل ناسنا وبكل المسلمين في انحاء الكرة الارضية كلها. ادعو الله سبحانه وتعالى يا ربي يعدي الازمة دي على خير. انا حابة اتكلم في موضوع الزلزال بكذا معنى. هكلم الأمهات، وهخاطب إيه الحوار اللي يجب نقوله لأولادنا، وهتكلم عن المعاني الإيمانية اللي المفروض إن إحنا يعني نتخلق بيها، أو إن إحنا يعني نكتسبها إحنا وبيوتنا وأولادنا من موضوع الزلزال ده. طبعا المشاكل كانت صعبة جدا. الزلزال 7 وشوية، دقيقتين، شكرا، السلام عليكم، دقيقتين ونص زلزال. انا عايزه اقول لكم الزلزال كان في سنه كام يا شوش، اللي هو اللي كان قبل كده كان كام؟ لا مسيبك من 99، اللي هو القريب اللي كنتوا انتوا فيه، 2020، كان 2020 الزلزال ده بالظبط. انا متذكره ان انا كنت ساعتها بصلي، مش فاكره كنت بصلي صلاه الضحى ولا ايه، وبعدين قلت هقرا وردي، والحمد لله رب العالمين انا كنت باسدالي، يعني كنت بإصدال الصلاة وقاعدة، والأولاد في المدرسة، الاتنين كانوا في المدرسة الصغيرين، والكبار ده في جامعة في بلد، ودي جامعة في بلد تاني بره اسطنبول. بالظبط كان 50 ثانية، أصعب 50 ثانية مروا عليا كانوا في الوقت ده. أنا قلت خلاص أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وهو طبعا الأمر ما تعداش 50 ثانية، وكان هلع غير عادي، وكان هلع وخوف غير عادي، وكان امر جلل وكذا. قلت خلاص يعني يشاء الله امرا، انا هينفع انزل في سلالم، ولا الاسانسير هيبقى شغال، ولا الكلام ده. كل السيناريوهات جت في دماغي، تنيت نستغفر والشاهد في يوم الزلزال بتاع الشيش. وكان 50 ثانية، ده زلزال قعد 2 ونص. الاحصائيات امبارح كانت 17,000، النهارده معديه التوقع فوق 20,000 قتيل، تحت 20,000 ماتوا، والاصابات فوق 60,000، فكتير يعني الامر كتير. طبعا انا هتكلم في حكمه ربنا، وهتكلم عن الايات، وما نرسل بالايات الا تخويفا، وواجبنا وواجب الوقت، لكن دقيقتين ونص في امر. احنا شفنا البيوت بتعمل كده، يعني الفيديوهات اللي طلعت للناس اللي ربنا نجاها، الفيديوهات اللي طلعت من الناس ذات نفسها، فيديوهات مرعبه، فيديوهات مرعبة. انتوا عارفين لو الزلزال ده كان في صيف مثلا، لا قدر الواحد لا يتمنى الابتلاء لا في صيف ولا غير صيف، ولكن لو هو في جو خلاف الجو اللي احنا فيه، يعني الفيلنج سالب 6، عندنا الفيلنج هناك سالب 12 وسالب 20، من كونيا بقى وانت نازل، يعني من كونيا وانت نازل ده كده، ده الفيلنج. فطبعا الفكره في الاول وفي الاخر ايه؟ احنا اي صوت بيجي بعد الساعه 10 بنتصل بالجوفانيك، عايزه اقول لكم. فالفكره ايه؟ الفكره ان انت في الاول وفي الاخر درجات الحراره المنخفضه في الوقت ده كارثه كارثه، يعني اتجمع عليهم هول الردم تحت الانقاض، واتجمع عليهم في نفس الوقت الكارثه بتاعه درجات الحراره. فلو ما تمش انقاذ في وقت معين او وقت محدد بيموتوا متجمدين، وده اللي احنا شفناه. الاب اللي كان طالع وكان فيديو له هو بيتكلم، نصه بس كان طالع وكان عايز بس، طبعا للونشات، وهنتكلم عن كل الكلام ده، واقول لكم بالتجارب العمليه والناس اللي راحوا والاماكن، حاجه كارثه. فطبعا الونش اللي كان الراجل اللي كان مطلع ايده على الفجر تاني يوم كان متجمد، اتجمد، درجات الحرارة رهيبة. الناس اللي بعتوا بتقول ان بيوتها سليمة، سواء بقى اللي في كهرمان مرعش، ولا في التاني اللي في الجنوب، ولا الشمال السوري، وكارثة الشمال السوري. الناس اللي بتقول مفيش تدفئة،
ولابسين الهدوم فوق بعض فوق بعض. ده دي اللي بيوتهم فضلت، ده في كرمان مرعش والبلد تانية اسمها ايه؟ هطاي. كلها الاحياء، كلها الاحياء كلها بالكامل متدمرة، يعني مفيش بيت واقف سليم. دولت بقى لا في لا تدفئه ولا في لا بتاع. طبعا في ناس شفنا مواقف تحفه جدا جدا، يعني لاصحاب المحلات والسوبر ماركت والبيم وال101 كل الكلام ده، والناس اللي مطلعه الحاجه خده خده خده، ده وقت كوارث متطلب منا احنا كمسلمين الدعم. الفيديو بتاع الاب اللي بيقولوا له خد شاي وكل بسكوت، قال لهم لا، يعني الفيديو ده ادكاني من قبل ما اشوفه، وبنتي بس بتحكوا لي وبعدين شفت الفيديو، يعني بكيت بكاء رهيب. الراجل بيقول يعني انا عاين البسكوت ده دوت، اما يطلعوا بس يطلعوا، هم هنا هم مدفونين هنا يطلعوا وانا اديلهم، لان ده اكتر بسكوت كانوا بيحبوه، مش عارف بيقولهم انا مش عارف اكله. فالموضوع كارثه بكل المقاييس، يعني فعلا فعلا كارثه بكل المقاييس. واعداد الاموات دلوقتي بيطلبوا اكفان، يعني هما دلوقتي طالبين اكفان، يعني الدعم والحاجات العينيه والحاجات ان شاء الله بحطها لكم تحت في الكومنتس المطلوب من الكيز لاين منزله. يعني احنا عندنا الثلاث مؤسسات الرئاسيه، الافاد والاي ها اللي هي الانسان يردم والكيز لاين اللي هو الهلال الاحمر التركي، دولت باعتين قايمه بالحاجات، عايزين مثلا ب 30,000 مش عارفه الايه الحفاضات، وعايزين مش عارفه ايه للقطن، وعايزين مش عارفه ايه تطهير، وعايزين الجوانتيات وكل الكلام ده، وطبعا الحاجات العينيه المعاطف والحاجات والاحذيه وكل الحاجات العينيه. النهارده كان في اكتر من جمعيه، وطبعا يعني انا بنتي في مسؤوله في الاياها، فتم استدعائها واكتر من حاجه. النهارده راحوا اكتر من جمعيه، فضل الله بيتجمعوا حاجات كثيره جدا، واتحطوا في 400 عربيه تريلا شاحنات طلع، عايزين شاحنات دلوقتي عشان يعبوا الحاجه من اسطنبول عشان يروحوا للاماكن جنوب التركي وشمال السوري. اللي في جمعيات فضل الله تعالى، بفضل الله تعالى اللي احنا كتبناها في البوست بفضل الله تعالى، لسه مبعوتها لي الفيديوهات وهبعتها لكم، احاول او نخلي حد من ماسوني الجماعه يبعتوا الفيديوهات اللي طالعه من الشمال السوري بفضل الله تعالى يا رب. بس طبعا قليل قليل. هي كارثه بكل المعايير، هي كارثه بكل المعايير. وما بنيجي نتكلم في الاحداث الكونيه، وده المحور اللي انا حابه المسلمين يسمعوني فيه، وسماع عيالك اللي انا هقولهولك ده من فضلك، وما نرسل بالآت الا ايه تخويفة، نخاف. الزلازل عباره عن، طبعا الآت كلها من علامات الساعه، عباره عن استعتاب من الله عز وجل، من ربنا سبحانه وتعالى، استعتاب لعباده، يستعتبكم فاقبلوا عتب الله سبحانه وتعالى، اقبلوا عتب ربنا سبحانه وتعالى. اما اقبل عتب ربنا بايه؟ ان انا اقبل اتوب وارجع الى الله. طب ده الخطاب للي في الكارثه، ولا ده الخطاب اللي انا عايزه اقول لكم قصص رهيبه. حمل الكتاب الله اللي كانوا بيحفظوا قران، اللي كانوا في المحاضن الدعويه والشرعيه اللي هنا في اسطنبول بيحضروا اونلاين ولا كذا، مش عايزه اقول لكم رسائلهم عامله ازاي، وبعتين لجميع المؤسسات وجميع الهيئات سواء الشرعيه ولا التعليميه ولا القرانيه يطلبوا الدعاء، ولا معلمه القران اللي كانت بتعلم وكانت بتقول وكان لسه لها فيديو وشايفاه جميل جدا جدا خد تحت الانقاض، واللي جه اهله يزوروه فجايين فهم تحت الانقاض، هو حاجات كارثه سواء عرب او اتراك، ده مسلمين كلنا. وبانت الوحدة فعلا، وان المسلم كالجسد الواحد، ان اشتكى منه عض تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، هو ده بان. وتعالوا شوفوا كميات الطبعات في جميع النقاط اللي موجودة، سواء في بشاك ولا في سينيورت ولا الموجود في شرين، كل الاماكن على مستوى اسطنبول تجمعات، ورعب التبرع بالدم، التبرع بالحاجة، الجمعيات عمالة. كان في استدعى من 3 ايام لجميع الجمعيات العربية على مستوى اسطنبول، والكل سواء للتواصل من إدارة الهجرة مباشرة ليهم أو من الأحزاب، علشان نوحد الجهود. النهاردة جاي من فرد واحد، طب يعني مش عارف 40 كيلو ايه، طب 60 ايه، طب احنا هيوصلوا، طب 400 كيلو كلها مواد غذائية ومواد اللي هم كانوا طالبينها، سواء الطبية اللي هي الشنطة الطبية أو الإسعافات أو كذا، وبفضل الله الشاحنة طلعت النهاردة بفضل الله تعالى. وبنتي كانت موجودة في قلب البتاع ومصورة لي فيديو، إن شاء الله بنزله لكم قريب.
اللي هينزل ان شاء الله يا بكره، يا بكره باذن الله تنزل كل التجمعات بتاعتها. وقالوا في شاحنه طالعه النهارده الحقوها، وفي شاحنه هتطلع بكره. كل الناس عماله بتجيب. ده وقت البذل، ده وقت البذل ووقت العطاء. انما طلعنا بره والدفايات اتطفت بتاعت السيارات اللي ولا في التاكسي اللي ده كانت كارثه. ما بالك ده في العراء وتحت انقاض وهوا داخل من وما فيش. الاب اللي مسك صابع بنته وفضل ماسكه تجمدت متجمده. اللي بينادي على ابوه وامه وسبتوني مين وقوموا واطلعوا وانا عارف ان انتوا تحت، وينادي ابلا جيم ابلا جيم، ينادي على اخته. ف كارثة حلت، واعداد الموتى ومنظر الاكفان ومنظر التكفينات بتاعتي صعبة جدا. يعني انا شفت صورة من الصور جاية فيديو واتقطع منه صورة من الصور شعرها خصلت الشعر بين جدارين معمولين. واحد من اللي ربنا نجام نزل الفيديو النهاردة وساعة الامر، يا خبر ابي البيت بيعمل كده وبيعمل ما وقعش، لكن تحت بقى في السلالم وهم بينزلوا خطر اصلا. فهي كارثة يا جماعة بكل المقاييس، كارثة من الكوارث. ندعو الله سبحانه وتعالى يا رب يتولانا ويتولاهم برحمته، اللهم امين. دي من علامات الساعة. ايوه كسرة الزلازل. اسمعوا، هل هي الزلازل دي ولا دي؟ ما نعرفش. يعني اما تبقى قوة الزلزال انها تحرك 3 متر عن مكانها باتجاه الغرب الجنوب الغربي تحت عند ايطاليا، دي كارثة، دي كارثة. ده دليل انه كان زلزال قوي جدا. وبعده الارتدادي بعده عليه معاه بسبع، يعني هو 7.5 وكان الارتدادي برضه نفس الكلام بنفس القوة. ده من علامات الساعة. ما بين النفخة الأولى والنفخة الثانية زلازل تظل 40 عاما. دي من علامات الساعة، اسمعوا معايا. تظل 40 عام زلازل وتعمل الناس وتاخدهم في انقاضها وتاخدهم في بطن الارض، وزلازل وزلازل وبرق، كل دي من علامات الساعه. ولما ياتي النفخه الثانيه، دي النفخه الاولى، زلازل 40 سنه. نسال الله العفو والعافيه يا رب، نسال الله العفو والعافيه. احنا هنلاقيها منين ولا منين ولا منين؟ ايه يعني حاجه، زمن فتن رهيب، امراض، ده فيروسات، ده مش عارفه ايه، وكل دي توقعات كانت موجودة من أكتر من 10 سنين فاتوا. إيه نظرية المؤامرة؟ من غير نظرية المؤامرة الواحد مش عايز نحطها في دماغنا قوي، لكن كله بقدر الله. نفر من قدر الله لقدر الله. كل بلد فيها ابتلاء، كل بلد يعني بصوا بدون منواري فيها ابتلاءها. وما نيجي نتكلم على ان دي تيجي على نفخة البوق الثانية، اذا هم خلاص قيام، خلاص كله طالع من قلب الارض. اذا زلزلت الارض واخرجت الارض اثقل وكل انسان ما لها، يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، يزر الناس اشتاتا. خلاص. فالزلازل ايه من ايات الله، تخويف واستعتاب لينا احنا بقى. رحنا اصلهم عصاة، يا دي ايه الخطاب ده؟ هما في ايه ولا في ايه؟ الامر دلوقتي مش محتاج منك تنظير ولا محتاج منك كذا. قول لنفسك المسلم هكذا يظن بنفسه، هو اللي مقصر، هو اللي محتاج التوبه، هو اللي كذا، يظن بغيره الخير. اقعد انظر على الناس، وانتوا وانتوا كذا وانتوا كذا. طب ما يقول لك، وشوفوا بقى الشبهات اللي جايه بقى للاولاد، ما اللي بيموتوا اطفال ليه؟ ربنا مش ربنا عدل ورحيم ونعرض لامر؟ لا، المؤمن اصول الايمان الستة، الايمان بالقدر خيره وشره، خيره هو شره، خير الشر وقبل الخير الاثنين. طب الحزن والاسى لا يمنع عدم الايمان بالقضاء والقدر، ولا يمنع الرضا على قدر الله ابدا. ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن، وان لفراق ابراهيم لا محزن. الاصل ان احنا سامحوني معلش، الاصل ان احنا مؤمنين بالله عز وجل. احنا ايه بين قدر الله؟ زي الميت ما بين يدي مغسله. مؤمنين عندنا يقين في موعود الله، عندنا كده يرى منا الله الصبر والرضا والاحتساب وحسن التصرف، وناخد بالاسباب ونتعلمه. ما يبقى يعني الوضع في الجامعه، يعني يقول لك دلوقتي كهرمان مرعش، عايزين حد يوصل لكهرمان مرعش.
عايزين حد يوصل للشمال السور، شمال السور الامور فيها قليل، فيش عايزين بلدوزرات ونشات تشيل الناس وتشيل الانقاض والكلام ده. كل ده محتاج جهود جباره. اللي احنا نقدر نعمله كمسلمين التبرع، ونطلع افضل ما عندك واولادكم، تستغلوا الموقف وتعلموهم، طلعوا من هدومكم وطلعوا من حاجتكم وطلعوا من مصروفكم وطلعوا من كذا. لسه اخت ناشره صوره لاولادها الصغير التحويشات كلها ليرات، تقول لك دولت نطلعهم. ايوه علم اولادنا كده. المؤمن المسلم للمسلم كالبنيان كالجسد الواحد، وندعي لهم بالرحمه وندعي لهم بالمغفره، ونواسل الدنيا. نشوف محلات تقول لك يلا خدوا الحاج، خدوا ما شئتم وخدوا كل المؤن اللي موجوده. لكن ناس تروح وناس تطلع. دلوقتي الاولياء طبعا اللي بيروح لازم يكونوا مسعفين او تحت هيئه، عشان بس تقول احنا عايزين تحت هيئه دوليه وهيئه اغاثيه، او مسعفين يعني مكتوب انهم يقدروا يسعفوا، او سبورجو الناس اللي هتقدر، اللي هم السبورجو يقدروا الايه، السبورجو يعني الرياضيين، ان هم يقدروا ان هم يطلع يشيلوا ويعملوا هكذا. وفرق الكشافه، شفت فريق من الكشافه هناك وشفت فريق من الشباب هناك، ولكن بحدود مأساة الجانب السوري كبيره. هقول لكم بس معلمه القران كانت كاتبه بتقول ايه، الواحده معلمه قران سوريه وبعتوا لي كلامها، والله انا بكيت. اما بتتكلم عن ان احنا لما جه الامر وطلعنا وهلعنا ومش عارفه ايه والكلام ده، بتقول فكرونا من 12 سنه واحنا كنا تحت القصف في سوريا، وهي كانت تحت القصف هي وبتاع وبيناموا بحجابهم، بس دول كنا حاسين بمأمن عشان احنا تحت قصف، ما لناش ذنب فيه ولا لنا ذنب في الحرب اللي حصل ولا لنا ذنب في اي حاجه، وكانوا بيناموا بحجاباتهم وبيناموا بكذا. بيقول لما جه الامر دوت بقينا كل واحده تشد حاجه تحطها على راسها وجري علشان تلحق تعمل. دقيقتين ونص يا مسلمين كتير، فزع رهيب. اقول لكم انا كان 50 سنه ما كملش دقيقه، زلزال 2020 ما كملش دقيقه، ولسه الزلزال اللي كان لسه من شهرين ثلاثه، بس احنا كنا بره اسطنبول ساعتها، قال لك كان مفزع وكان رهيب الزلزال بتاع 2020، 50 ثانيه وكان رعب وكان رعب. الزلزال اللي ما يبقى دقيقتين ونص كتير كتير يعني كتير، وفزع وخوف وقلق وكله ينطق الشهاده، اشهد ان لا اله الا انت محمد رسول الله، يا رب لا اله الا انت سبحانك. ونعلم اولادنا كده. طبعا خليني اكلمكم على النقطه الثانيه، وخصوصا الناس اللي في اسطنبول، الاشاعات بقى اللي بتطلع وصل في زلزال تاني، كل الكلام ده ما تسمعوش له. احنا من قدر الله لقدر الله، علشان ما تهيبرش نفسك وتكتئبي وتعملي واولادك وتعيشيهم، ولكن اسمعي الكلام اللي اتقال والوسط اللي اتقال. حضري الشنطه اللي فيها الحاجه اللي هي المفروض ان احنا متعرف عليها، بيتحط فيها طبعا موبايلاتك مشحونه وحاجتك جنبك، وفي دلوقتي رقم نزل على لينكد الناس اللي موجوده في تركيا، لينك اول ما تعملي عليه يتحدد مكانك على طول، نزلوا الابلكيشن ده. والنقطة الثانية نقطة الشنطة اللي معاك، اللي بقى فيها معطف وفيها حذاء وفيها اللي هي الحاجات بتاعت الإسعافية، والصفارة أهم حاجة برضو نبهوها على الصفارة، والشنطة معاكي كده. وندعو الله سبحانه وتعالى يا رب، الحاجات اللي بتبقى المعلبات لو هتحطي تمر هتحطي حاجات معلبات بحيث ان يبقى كده، وتبقى شالوا الورق الأساسي بتاعك بتاع، وتوكلنا على الله بقى ونحتسب كل حاجة عند الله، وتبقى الحاجة جنبك وعينك تحتسب كل يوم، تقولي دعاء الحفظ لك والأولاد. اللهم إنا نسألك باسمك الحافظ الحفيظ يا رب أن تحفظنا وتحفظ أولادنا من أمامنا ومن خلفنا، ونسألك باسمك الحافظ الحفيظ يا رب أن تحفظنا وتحفظ أولادنا عن أيماننا وعن أيسارنا وشمائلنا. اللهم نسألك باسمك الحافظ الحفيظ يا رب أن تحفظنا من فوقنا وأولادنا، ونعوذ برحمتك أن نغتال من تحتنا، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هو مولانا، هو مولانا، فر من قدر الله لقدر الله. لكن نخوف ونهيبر ونبقى عايشين في قلق دايما، نبقى عايشين في كذا، ده صعب جدا. انا لا ادعوكم ابدا ولا انصح ابدا بحاجه زي كده. نعلم اولادنا قدر الله. طب ليه بيموت من عن الله؟ لا يسال عما يفعل، من الايمان بالقضاء والقدر خيره وشر. لكن اوعى بقى اذا اصابه خير نطمئن، اذا اصابته انقلب على عقبه، خسر الدنيا والاخره، ذلك الخسران المبين، انتهينا. لا، الله سبحانه وتعالى
يعني يستعتبنا نقبل عتب الله عز وجل يا رب، لك العقبة حتى ترضى يا رب. استغفر الله يا رب، نجينا يا رب احنا واولادنا. ده اللي المفروض ان احنا نعمله، وده اللي المفروض ان احنا نسعى اليه، ونرسخ ونرسخ العقيدة في قلب اولادنا. لا يسأل عما يفعل، غير شهداء نحتسب الامر. احنا سبحان، احنا طول عمرنا سبحانك، احنا طول عمرنا في الابتلاءات. سبحانك يا رب، شهداء عند الله عز وجل، شهداء نحسبهم تحت النقد. شهيد، شهيد البحر، شهيد غريق البحر، شهيد المحروق، شهيد الميتات الصعبه. يعني انت تخلي تحت نقد ورجله مكسوره وايده مكسوره، اقول لك ايدي متعلقه مش عارفه اطلعها، ايدي متعلقه ومش عارف مش عارفه اطلع مني، وانا تألمني كثيرا وانتفخت، وعمال كان راجل تركي اللي بيتكلم، ومش عارف اقول خلاص اثقل دي، اثقل دي تمام خلاص بيت ان شاء الله احتسب، ونفر من قدر الله لقدر الله، نؤمن بقدر ربنا سبحانه. والله جه خلاص شهيد، ونقول شهيد عند الله سبحانه وتعالى. ليه كذا؟ ما نعرفش ليه. الحكمه عند الله، اختارهم لسبب، والحكمه عند الله. وكل الناس يعني احنا شفنا اكتر الفيديوهات وقت الناس وهي بتبتع الله كرس، الله يا رب احمينا، يا رب احمينا، يا رب احفظنا، الله كذا، ولك والدعاء بيلهس وبالدعاء. في ناس بتاخد العبره والعظه، وفي ناس لا، وفي ناس لا. يعني اما نشوف الناس مش، ودي رساله للناس اللي موجودين، ولو في محلات مفتوحه والكلام ده، لا تتقاتلوا يا جماعه بالراحه. كل يسعى الجميع، ده اللقمه بتتقسم، ده التمريه بتتقسم، وده وقت نقسم فيه حالنا وقوتنا. اتفتحت محلات مجاني للناس حسبه وصدقه، لا لا احنا في كارثه من الكوارث. الناس على الناس ذات نفسيه ما تتقاتلش. ده انت لسه منجيك من زلزال، لسه منجيك من موت محقق. ده دي الكارثه. اما تتكلم المعلمه بتاعت القران وتقول لك انا يعني كنا في تحت القصر السوره، وحاسين بمأمن مع الله وبمعيه مع الله وهكذا، وكل لن يصيبنا خلاص، صاروخ يجي هيندك البيت هيتعمل خلاص، ربنا نجانا وامنا مكر الله، وامنا مكر الله. 12 سنه بتقول احنا كنا خلاص في مأمن بعيد عن القصر، ولكن تيجي تذكره من الله عز وجل، يجي تذكره. الزلزال ده تذكره رهيبه رهيبه رهيبه. من بات، اسمعوا الحديث عشان ده استشعاره دلوقتي، امنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يمحيزت له الدنيا. امنا في سربه، معافا في بدنه، عند قوت يوم قد حيزت له الدنيا. فالمعاني دي كلها لازم تكون حاضره جوانا. لينا هم، ليهم ايه؟ ليهم الدعم والدعاء، واللي تقدر عليه تعمله وتقدر عليه تطلعه للمؤسسات المعتمده بفضل الله تعالى، المؤسسات اللي كتبناها بفضل الله تعالى معتمده من الدوله، والمؤسسه اللي خاصه بالشمال السوري لسه جاي لنا الفيديوهات بتاعتها اللهم بارك. اعملوا بس طبعا قليل قليل حبايبي. فاحنا نسعى بكل وسيله ممكنه، بالدعاء، بترسيخ الايمان، استغلال الموقف لاولادنا، الرد على عقيده القضاء والقدر، الهلع اللي هيجي. في واحد جاي في زول كلك ده حاجه، ايوه مش عارفه فين فين يا زلمه. الله يصلح حالك بقى، الله يصلح حالك بقى، بطلوا كلام. طالما ما فيش حاجه من الدوله اتقالت خلاص، نعمل حضر الشنطه وخليها جنبك، والحفظ من عند الله عز وجل، وكله بقدر الله. لو جرى لنا حاجه بقى احنا ايه، ندعي ربنا سبحانه وتعالى كل واحد يتصدق عن التاني، وما تنسوناش من الدعوات. لو جرالنا حاجة عند الله سبحانه وتعالى، ومسامحين كل الناس، وكل الناس تسامحنا، علشان يعني احنا بين يدي الله. والله بين، والله ان ما كانت بكارثة طبيعية من القدر، والله ليدركوا كل ما كنتم في بروج المشيدة. كنت في حصن، يعني الام اللي كانت عمالة تقول بنيت عمري كله عشان اجيب شقة تمليك في في في, في, في كان في هطاي، وجبت الشقة يعني ودفعت، بس ما عرفتش تأسسها، فبنتها كانت بتشتغل همشرة، وراحت جابت لها الايه الحاجة تتأسس، وعملت لها غرفة واحدة أسستها، واتصلت بأمها وعملتها مفاجأة. ما نزلت تشتري البتاع وهي بتعملها، جت لقيت البيت واقع ببنتها، البيت واقع بالبنت وتبكي. أرض الدنيا، كل دنيا 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 رايحة. يا هناوي يا سعده اللي بيستثمر للآخرة، يا هناوي يا سعده اللي يقبل الآيات ويفهم العبرة والعزة، توبة إلى الله. أوصيكم بالآتي، الناس اللي لسه ربنا أحياها، أوصيكم بالآتي: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة آلاف المرات،
اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وآل سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا وآل سيدنا كما باركت على سيدنا وآل سيدنا في العالمين. الصلاة الإبراهيمية، نصلي يكفى همك. عندي هم ما تخافيش، الناس اللي قاعدة وهنا في اسطنبول ما تخافوش، كله بقدر الله، ما تخافوش، كله بقدر، ينجيك وينجي أولادك، كله بقدر الله. يقول لك ما البيوت كلها معمولة ضد الزلازل، طب شو هنعمل ايه يعني؟ كله بقدر الله. والبيوت فيه بيوت حديثة وقعت هناك في قطر، حي كامل شوت. والفيديوهات مرعبة، الفيديوهات كارثة. يعني يمكن ده تاني حدث على مدار يعني أكتر من احنا 23، 10 سنين عدوا على الحدث الأدمى والأحزن والأسود من 10 سنين، واللي عشناه واللي شفناه واللي أولادنا اتأذوا منه، وعلى أساسه طلعنا وسبنا بيوتنا وسبنا حاجاتنا وبلدنا. ده تاني حاجة كانت هزت القلب، ومحتاج الناس محتاجة علاج نفسي ومحتاج دعم نفسي وموال طويل عشان بس تتنسى المناظر اللي عاشوها واللي شافوها. الامر جلل، مش سهل، لكن ما تعيشيش في خوف ولا تعيشي اولادك في خوف. ندعو الله سبحانه وتعالى ينجينا، واحنا مؤمنين بك بقدر الله ان جاء كذا، ولكن جينا على تقوى جري. ما في الصلاه تفوت، ما في الصلاه فجر تفوت، ما فيش يوم من غير ركعتين لله سبحانه وتعالى، توبه واوبه الى الله. ما يعديش يوم ليله من غير قيام، قرانك، صلاتك، ذكرك، حالك، انت فين؟ وهاتي اولادك وجماعه وفرصه للعوده الى الله. فرصة. الواحد دلوقتي هنقابل ربنا ازاي؟ ها هنقابله ازاي؟ هبعت لكم، انا هبعت ان شاء الله الحاجات اللي هي تبع الدولة للتبرعات اللي هي خاصة بالجانب التركي، هبعت لكم اللي وصل النهاردة للجانب السوري. الفيديوهات واصلة لي النهاردة بفضل الله، الشمال السوري. انا بحب اعلن عن حاجة، لا بتاعت اعلانات لحد ولا بتاعت مواويل وبتعرض علينا اشكال والوان، لكن الحاجات الثقة، الناس المتواجدة هناك، الناس الثقة، ده اللي احنا نبعت. وانا اشوف بعيني الحاجة اللي انبعتت فيديوهاتها تيجي، ده فين وده فين، وانتوا عملتوا ايه، في اللي عملوا اطعام وفي اللي ودلوا الحاجات العينية وفي الاغذية وفي الملابس، ده المهم. وحاجات الجروح النهاردة استدعى لمعظم دكاترة العظام في اسطنبول عشان يروحوا الجنوب التركي، حاجة يعني نسأل الله العفو والعافية يا رب، ونسأل الله ينجينا. وأي حد يقدم أي، طب ما بإيدكيش حاجة ادعي يا رب نجيهم، يا رب ارحم موتاهم يا رب، وتقبلهم يا رب، ارحم موتاهم شهدائهم يا رب، واشفي مرضاهم ومصابينهم يا رب، واربط على القلوب يا رب، اللهم أمين. إخواننا في سوريا وإخواننا في تركيا كلنا مسلمين، كل فجعة رهيبة، حتى لو ما كانش مش مسلم الإنسانية أصلا بتستدعي ده، الإنسانية. يعني واحد بيقول إيه، طب خلاص اطلعوا بقى، فاكرين أما عملت لكم فيديو من ما فيش ما كملناش أسبوعين واتكلمنا فيه إن الناس بتقول إحنا في نعم، وأنا بس نفسي يعني أنا في خيمة بقالي 10 سنين، نفسي بس حطار جدار كده أسند عليه ظهري و و و وما بقاش في خيمة، لأن الخيمة فيها سند ده. دلوقتي الخيمة بقت نعمة، دلوقتي الخيمة بقت نعمة للناس. وجي واحدة بتتكلم بتقول طب ما احنا نقعد بقى في خيام. التانية قالت لها طب ما انشقاق الارض، ما هو زلزال ايه، ما الارض تنشق تبلع الخيمة بالحاجة. اسمها صحيح باش فيها ناس تتكلم على بيوت من جدران وطوب هي الافضل وكذا، دلوقتي الخيمة يا سبحانك يا رب حتى مش لاقيه. احنا اهم شيء دلوقتي الدعم بكل ما تستطيع، وعلمي اولادك القليل. يعني شفت حد مطلع حاجة قليلة جدا جدا بكت ليها، وشفت حد يقول طيب انا ممكن اجيب الببرونات بتاعت الاطفال، طب انا ممكن اجيب الالبان، ممكن اجيب الحفاضات، ممكن اجيب جواكت، عندي احذية كذا. قليل، رب درهم سبق 1000 درهم، لان الدرهم ده كان كل ما يملك، والتاني 1000 درهم عنده ملايين، شايف ايش يعمل 1000 درهم فيه. يعني احنا نخلي بالنا، أول حاجة نقبل عتب الله بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. ركزوا معاي، نقبل عتبك يا رب، لك العقبة حتى ترضى، لك العقبة حتى ترضى.
اعطب ربنا لينا بالاستغفار والتوبه وركعتين طلب الحاجه وما يعديش يوم صلاتك في وقتها، سننك، السنن، النوافل، القران، الذكر، الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، والاستغفار، الاستغفار من كل ضيق، من كل ضيق مخرج. يا رب يخرجهم على خير يا رب، الناس لسه صاحيه يا رب، يا رب كل دقيقه بتزيد كارثه. ومن كل هم فرج، ومن كل هم فرج. يبقى نقبل عتب الله بالتوبه والعوده والذكر والصلاه والقيام والقران بالامور دي، ندعو الله سبحانه وتعالى. رقم اتنين الدعم، الدعم ليهم، الدعم النفسي والدعم المادي والدعم المعنوي. ما انتش قادره ادعي، ما انتش قادره تطلعي القليل ادعي. رقم ثلاثة استغل الموقف مع اولادي ويلا يطلعوا ويتصدقوا ويدعوا، وافهمهم عقيده القضاء والقدر من اصول الايمان السته. الايمان بالقدر خيري وشر، ده الخير الاثنين. اصابتني خير اطمئننت به، واصابتني فتنه انقلب على عقبيه، خسر الدنيا والاخره. اول نقبل عتب ربنا هنا ونسال الله سبحانه وتعالى ان احنا يرضينا، ولا يسال عما يفعل وهم يسالون، وللاطفال كذا في الجنه شهداء حبايبي. ده المعنى ثالث، رد على الشبهات ديت لازم نستغل الامر. رقم اربعه، وده الاهم بقى، وده الاهم، ما تهلعيش. يقول لك ده واحد جاي، مالناش دعوه بالاشعاعات، الوالي بنزل او الدوله او الشهير اللي انت فيها نزلت بقى، خلاص ما نزلتش، عند الله، عند الله عز وجل. وندعي ربنا يرحمنا يا رب، ويرحم موتاهم، ويشفي مصابينهم يا رب، وينجينا وينجى. وادعي باسم الله الحافظ الحفيظ، ادعي باسم الله الحافظ الحفيظ. انا بقول لك اهو، ادعو الله سبحانه وتعالى ينجينا وينجي اولادنا. قلت لك من علامات الساعه، من علامات الساعه ما بين النفخة الأولى وتن 40، أنا بقول لكم 40 سنة زلازل وبراكين بقى وأعاصير وهيصة. والنفخة الثانية خلاص كل اللي طلع بقى الأرض جابتهم في بطنها يطلعهم بقى قيامة، خلاص فزع. الثانية كله فزع، الصيحة الثانية، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. والأمر جلل جلل يا جماعة، والله الأمر فعلا جلل ورهيب، مش 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 سهل. الفيديوهات صعبه، والناس الناس يعني مش بس يصعبوا علينا والكلام ده، احنا مسلمين يعني، ونقبل يعني وجع الاخرين. انا يعني عايزه في الاخر الناس اللي بتسال على التبرعات، هحط لكم التبرع الدولي بتاع كزلاي وبتاع الايه، اه ده التبرع الدولي بالرقم الايبان، وتحطي السويفت كود بتاعه وهكذا لو انتم من بره تركيا. جوه تركيا معروف جامعتها، نزلتها قبل كده وممكن انزلها لكم كمان في البوست مع الجمعيه اللي بتخش الشمال السوري. عندنا اتنين عندك برضو، وجدان النهارده جمعيه وجدان مطلعه شاحنه النهارده ومتصورين، شفت الحاجه وبعتين لي الحاجه ان كلها متصوره ومتسجله. وجمعيه طبعا شفق برضو نفس الكلام، دخلت بفضل الله تعالى، الفيديوهات كلها جايه من جمعيه شفق منزله في الشمال السوري. نسال الله يا رب يتولاهم، اللهم تولاهم، اللهم دفئهم يا رب، البرد والبرد والسقعه يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، اصرفه عنهم بحولك وقوتك يا رب، اصرفه عنهم يا رب بحولك وقوتك، ونجيهم يا رب، اللهم نجيهم، اللهم وتقبلهم يا رب في الصالحين، اللهم واشف مرضاهم يا رب، اللهم اربط على قلوب من فقدوا يا رب من اهليهم وزويهم يا رب. الفجعة رهيبة والمصاب جلل، وتعتبر كارثة رهيبة، يعني كارثة رهيبة الله سبحانه وتعالى، أكبر من الحكومة التركية ذات نفسها، أكبر منهم. لكن أملنا في ربنا سبحانه وتعالى إن احنا نقف إيد واحدة، وإن احنا ندعم الأمر ده بكل ما أوتينا من قوة، بكل ما أوتينا من دعم ومن قوة وأمور خاصة بالأمر الإنساني قبل ما يبقى أي حاجة. نسال الله سبحانه وتعالى يكرمنا. ولو يا ستي جرى لنا حاجه ادعوا لنا، يعني تدعوا لنا بالخير، والله ندعو الله سبحانه وتعالى يتولانا ويحفظنا احنا واولادنا. خليني اخد الاسئله بتاعتكم. يا رب يا حبايبي، اللهم امين يا رب. هبعت لكم، هبعت لكم الناس اللي طالبه اللينكات والحاجات، هبعت لكم اللينكات، وان شاء الله نخلي حد من كل هيئه يخش يردوا عليكم كمان بنفسهم في التعليقات.
بحيث ان احنا ان انتوا على الاقل تاخدوا الحاجات الاساسيه اللي الدوله دعماها، ماليش دعوه باي حاجه تاني. ولا اللي يسالني، اللي شفت بعيني حد بيودي وبيعمل بقول، وما شهدنا الا بما علم. وما كنا لغايه حاجه اللي تشوفه قوله، اللي انا شفته، اللي انا بيه الناس اللي انا تعاملت معاها، سواء جمعيه انا وجمعيه شفق او جمعيه الايها او الكزلاي او الافاد، كل دول حاجات الدوله من كلام معلمه القران، وهي بتقول يعني اما كنا في الحرب السعوديه، يا رب يا رب ما اموتش قبل ما اختم، يا رب ما اموتش قبل ما اختم، يا رب اختم القران، يا رب اختم القران. وجت وختمت وبقت معلمة للقرآن، تقول يعني الحمد لله الحمد لله ختمت، ولكن احنا دلوقتي بين ايدين ربنا ونسأل الله العفو والعافية. برضو صعب صعب الأمر، مش سهل انك يعني تشوف نفسك، يعني نعوذ بك يا ربنا، يعني الفواجع والكوارث والموت الفجأة، كل ده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ منه، يعني اللهم لا تقتلنا بغضبك يا رب، ونجنا يعني في ذلك كله وبغير ذلك كله، اللهم امين. ارفع مقتك وغضبك عن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أكثر موت أمتي الشهداء. قال لك يموت في الحرب، قال لا، كده شهداء أمتي قليل، ولكن الغريق شهيد، اللي تحت الأنقاض تحت الهدم شهيد، المحروق المات محروق شهيد، كل دول المبطون ذات نفسه شهيد. فندعو الله سبحانه وتعالى ورحمة ربنا سبحانه وتعالى بأمة النبي عليه الصلاة والسلام ليوم القيامة. الأمة أمة مرحومة، يعني الأمة أمة مرحومة، ولكن عذابها وابتلاءاتها وفتنتها في الدنيا، فلنصبر فلنصبر. ندعو الله سبحانه وتعالى. تاني الناس اللي طالبة التبرع من خارج تركيا، هبعت لكم اللينكات بإذن الله تعالى، مكتوبة في الكومنتات، أو هخلي حد من الهيئات ذات نفسية هيرد عليكم، بحيث إنه يبقى منكم ليهم مباشرة، يعني لا باخد حاجة ولا بعمل حاجة، كلها تبع الدولة. وإحنا ندعو الله سبحانه وتعالى يا رب، اللهم أمين. يا جماعة اللي يقدر يساعد، ودي فرصة الفترة الجاية نعلم أولادنا المهارات، يعني نفسي نعلم أولادنا المهارات التعامل مع الأمر، يعني يتعلموا دورة الإسعافات الأولية، يتعلموا إزاي إن إحنا لو في وقت يعني زي ما بتعلمهم إزاي يهربوا وقت من سلم وقت الحريق، إزاي نزول وأعمل إيه، زي ما بنعلم تبقوا في الطيارة تلبسوا إيه وتعملوا إيه وما يحصل إيه، وكله بقدر الله، يعني حتى مهما عملت ما ممكن الطيارة تطير بيك، زي ما بنعلمه من نجاة في المنازل او في المدارس من موضوع الحريق، انت كمان علمه في الاسعافات الاوليه، زي ربط الخيم مفكها، ربط العقد وانواعها، النار، ازاي نعيش في حياه يا جماعه، والله نترك الرفاهيه ونعيش في حياه، ازاي تولع نار، ازاي انك تبقى في طبيعه وتعرف تتعامل، ازاي انك ممكن انت تجيب اكلك ذات نفسه من الطبيعه، تعمل ايه وتسوي ايه، تقطير الميه والميه المعكره تصفيها، زي كل دي مهارات. انا ادعو كل ام تلحق اولادها بمعسكرات الكشاف، الحقي اولادك يا بنتي بمعسكرات الكشاف، يتعلموا الكلام ده، ويتعلموا ازاي يتعاملوا مع الحياه الخارجيه، ويتعاملوا مع الطبيعه، ولو اتحطوا في كذا يعملوا ايه. اخشوشنوا فان النعمه لا تدوم، فعلا فان النعمه لا تدوم. ادعو الله سبحانه وتعالى. انا مش عارفه ده بيقول ايه. لا محدش. يا جماعه تاني، التبرعات داخل تركيا، الكزلاي والايها ها والافاد او الجمعيات اللي بتوصل للشمال السوري، وجالنا فيديوهاتها وحاجاتها موثقه من الدوله، مفيش حد يقول لك اعمل كذا وادفع كذا وبتاع، الحاجه اللي انا بقول لكم عليها او الدوله منزلاها احنا ملزمين بيها، تمام؟ اما خلاف كده لا، الحاجه اللي تشوفها بعينك وتعمل. لكن ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير، يعني لا تجزعوا ولا تخافوا ولا تهلعوا ولا تراعوا لا تراعوا لا تراعوا. ندعو الله سبحانه وتعالى ينجينا يا رب، ندعو الله سبحانه وتعالى ينجينا يا رب وإياكم، ندعو الله سبحانه وتعالى ينجينا وإياكم، ويحفظ أولادنا وأولاد المسلمين أجمعين، يعني جزاكم الله خيرا. أدعو الله سبحانه وتعالى تقبلنا وإياكم، اللهم أمين. هنحاول ناخد شوية أسئلة. والله والله يا إسراء اللي بتتكلم، وفاء ولاء اخواننا في سوريا طبعا، يعني احنا عاملين البث ده علشان اخواننا في سوريا. عايزه اقول لك يعني الحاجه ذات نفسها، انا طبعا مش عارفه فين التعليقات راحت، لكن منين ما تيجي وتظهر لنا تاني. اولا الوضع في الشمال السوري كارثه بكل المقاييس، ومحتاج مننا دعم، عايزين منشات وبلدزرات، وهي كارثه
كارثة، عايزين حد يساعد بالشكل دوت، والدعاء ليهم. لكن في زي ما قلت لكم جمعيات بتوصل للجانب السوري. ادعو الله سبحانه وتعالى. دول شفناهم وكنا معاهم في مجموعه، كان النهارده وفي مجموعه من الفيديوهات جات لنا برضو النهارده، وفي شاحنه طالعه النهارده مخصوص، وشاحنه تانية ان شاء الله على مدار اليومين الجايين باذن الله تعالى للشمال السوري. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير. ناخد حبه اهي من هنا. على قد انا الرب ربنا غضب هي. بصوا الله عز وجل يستعتبنا في امر، احنا ما نسألوش انت عملت ايه، لكن استعتبنا نرجع الى الله عز وجل. نرجع لله، نرجع لربنا، نتوكل على الله سبحانه وتعالى بالامور ونتوب. وانت شوفي في نفسك، ما تقعدش تنظر على الاخرين وانت عاصي، وانت يا عم الله سبحانه وتعالى كل واحد اضرب نفسه بقى يعني. خليك في حالك، استغفر لربنا، وانه ترجع توبه، ونقبل عتب ربنا لينا بالعوده والتوبه الى الله سبحانه وتعالى. الله يبارك فيكم اجمعين. جزاكم الله خير. اطمنكم على صحتي، يعني الواحد نسي كل حاجه في خضم منها، الحمد لله رب العالمين. كان المفروض في عمليه لبنتي، المفروض ده هتتم بكره، ولكن تم استدعاء الدكتور بتاعها للجنوب التركي، وهنضطر ناجل العمليه يعني لحد ما الكارثه دي تروح. وانا الحمد لله بتعافى، باخد الفيزيك تداوي والعلاجات والحاجه، وبتعافى حبه بحبه يعني. مروه بتسال، مروه حسين بتسال، ما سبب الانتكاسه بعد التقرب الى الله؟ ذنوب الخلوات، الغفله وذنوب الخلوات. سبب الانتكاسه بعد التقرب الى الله يا غفله وذنوب الخلوات. الغفله غفلت عن معنى قربي من ربنا سبحانه وتعالى، غفلت عن معنى المعيه ذات نفسيه من الله سبحانه وتعالى. فلما اغفل ايه اللي يحصل؟ تجي لي ذنوب الخلوات. ولما اغفل اطنش، اكسل، اخر صلاه، وتبتدي بكده عادي بقى، ما عادي، ما انا كنت كويس عادي، وبعدين ما باجي اخر صلاه واعمل مش عارفه ايه، يجي بعديها فنقص الورد، فنقص الاذكار، فما اقراش قران، فابعد حبه بحبه، فما ببقاش في صلاه، او تجمع الصلوات مع بعضها، ولا حول ولا قوه الا بالله. الصلاه اول ما يحاسب عليه المرء الصلاه. فندعو نسال الله سبحانه وتعالى ينجين. فاول حاجه تسببك الغفله وذنوب الخلوات، اعملها بايه؟ بطاعات الخلوات برضه. اعمل طاعه بيني وما بين ربنا، وارجع تاني واتوب، وارجع على سجادتي، واظبط الاساسيات، الصلاه على وقتها، القران، الاذكار، الاساسيات، لا اكذب ولا اسرق ولا احقد ولا اعمل يعني كارثه. تمام. منى محمد، منى احمد، الحقد والحسد مصيبه، حقد وحسد ده مصيبه من مصايب العصر. انتوا تعرفوا ان الحاقد والحاسد عقوبته قبل معصيته؟ عقوبة الحاقد، اسمعوا، عقوبة الحاقد والحاسد عقوبته بتبقى قبل المعصية اللي هو عاملها، وقبل الذنب اللي هو ارتكبه. ليه؟ لانها بتاكل في جسمه كده، زي كياكل النار الحق، بتاكل في جسمه وفي حسناته. الحاقد ده بيبقى ميت ميت مشاعريا من اللي قدامه وحاقد عليه، فبيتعذب قبل ما يمزر الريحة. هو اصلا حقد وحسد وعمل والدعين بسبب الغل والحقد واللي جواه الغيره، يا اما عنده انتقاص، يا اما يكره الخير للناس، يا اما ما عندوش ثقه في نفسه، يا اما بيسيء الظن، ودي المصيبه. الحاقد والحسد يسيء الظن في الله، ويسيء الظن في عطايا ربنا سبحانه وتعالى، ودي الكارثه. فندعو نسال الله العفو والعافيه، قولوا امين، نسال الله العفو والعافيه. فده عقابه يتوب الى الله سبحانه وتعالى، يتوب ويثق في موعود الله وربنا سبحانه وتعالى. المن عنده عطاء، ويرضى بقضاء ربنا، ويتمنى ويبرك على الاخرين، اللهم زد وبارك، اللهم اعطيهم، كل ميسر لما خلق له. انت هتيجي تحاسب الناس على عطاياهم، على عطايا ليهم، دي كارثه لوحديها. انا مش عارفه صراحه تعليقات الفيس راحت فين، خلينا ما اعرفش يعني، مش عارفه، مش ظاهره عندي. فين؟ اجيب في الجنب، جبت في الجنب وفوق، ما فيش غير التعليق المثبت بس. طيب عامة خلينا بقى منين ما يعمل، خلينا ناخد من هنا. تفسير أحلام، مليش في تفسير الأحلام إلا قليل. طيب بالراحة بالراحة عشان أعرف أخد عجلكم. طيب خلينا، لا ربنا بصوا، ربنا بيجعل لنا الآيات تخويف ورجوع، زي قرصة ودنك، مش ناوي تعود لربنا، مش ناوي تتوب، هو ده يكون ظننا في الامر، ونحسن بقى وننجح في الاختبار.
ننجح في الاختبار ربنا لينا، ما نكونش كده. تمام. مش عارفة ايه طلبك يا سلسبيل. طيب خلينا ناخد كده نثبت. مصطفى اغا ادعيلي بالذريه الصالحه، ربنا يرزقكم بالذريه الصالحه يا مصطفى وانت وزوجتك، واجعلها ذريه تحب الله عز وجل ورسوله، اللهم امين. ازاي اقدر ايه؟ التعليقات بتطلع مش شايفه. لا ليه 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 بس ليه؟ ما احنا قلنا يا رب تشوفي. مش عارفه كده ازاي اقدر اصلي ايه؟ طب انا مش عارفه انتوا بتكتبوا كتير بالراحه. مش شايفه. ان شاء الله ان شاء الله هنعمل واجيب لكم وانزل لكم الفيديوهات بتاعت الناس باذن الله تعالى اللي راحت، سواء الشمالي السوري او اللي في هطاي، واللي يا رب يا رب توصل لكهرمان مرعش، يا رب توصل حاجه لكهرمان مرعش يا رب، وينجي الناس هناك يا رب، اللهم امين. نجي الناس هناك يا رب، اللهم امين. انتوا متخيلين كل حاجه اتهدمت؟ يعني حتى اللي ممكن تحاول تبعت له حاجه بس يسحبها بالاطمي، مثلا لو في اطمي مفيش اطمي، كله متهدم. فيعني هم هيعملوا ايه؟ ادعو الله سبحانه وتعالى ينجيهم، ادعو الله سبحانه وتعالى ينجيهم، وتوصل يا رب المساعدات والشاحنات لكل الولايات اللي تم فيها النكبه، اللهم امين، سواء في الجنوب التركي او الشمال السوري يا رب، ونجي اخواننا في سوريا، دفيهم انت يا رب، دفيهم انت يا رب، اصرف عنهم البرد يا رب، اللهم دفيهم واصرف عنهم البرد يا رب، اللهم يا رب امن خائفهم، اللهم امن خائفهم يا رب، يعني كارثه كارثه كارثه، اللهم امن خائفهم يا رب، اللهم اربط على قلوبهم بالتقوى والايمان يا رب، اللهم اكرمهم وارض عنهم وارض عنهم يا رب، وتقبل موتاهم واشفي مصابينهم يا رب العالمين، ويسر لنا يا رب، يسر لنا سبل المساعدة اليوم يا رب، وتقبل منا وتقبل منا على جهدنا القليل، اللهم امين امين. جزاكم الله خيرا، ادعو الله سبحانه وتعالى يتقبلنا واياكم. ان شاء الله احاول اوافيكم اول باول بالمستجدات، هكتب لكم في التعليقات تبرع ازاي من مصر، اللي من بره، اللي من كل مكان، واللي من الداخل التركي، مع الحاجات بتاعت الدولة المعتمدة عشان ما حدش يضحك عليكم. الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.